معروف إن الأقصر من أجمل بلاد الدنيا، وبيحرص على زيارتها ملايين من الناس من جوه ومن بره مصر، وأكيد مفيش حد فينا ملوش ذكريات فيها. أنا كنت صغير قوي، كان عندي مثلا 19 سنة، الكلام ده بقاله 80 مثلا 80 سنة. أنا في الآونة الأخيرة مش بلحق أزور، يعني بنزل مهرجان بس، يعني حتى إنما طبعا وإحنا صغيرين زرنا كل الحاجات الجميلة في الأقصر والمعابد والحاجات الحلوة وآثارنا الحلوة. يعني الأقصر دي أصلها من الأماكن اللي هي عشق، يعني أنا لازم أبقى موجودة كل سنة في الأقصر أنا بشكل شخصي. الأقصر وأسوان الاتنين مع بعض، يعني ده أساسي عندي، رحلة لازم باجي هنا أخد كده جرعة ثقة وإحنا مصر أهو، حضارة وحاضر ومستقبل. معبد الأقصر والكرنك طبعا، ويعني أنا بزورها كلها، يعني بقعد ألف الشوارع، القهاوي، المحلات، كل حاجة، الحنطور. أي حد تقابليه طيب، أي حد تقابليه مش عشان ممثل أو ممثلة، لا، دي طريقة تعاملهم، تحس إنك بين أهلك، بتحس بدفء في وسطيهم في الأقصر بالتحديد. الأقصر مركز الدنيا، مركز الكرة الأرضية، في البيت الكبير، معبد الكرنك الكبير، ده يعني مركز الدنيا. في بقى آثار تانية كتيرة، الكرنك، معبد الأقصر، حتشبسوت، ففي مليانة آثار غير بقى ناس حلوة وناس أصيلة كده، ولاد بلد حقيقيين، أعلى نسبة سطوع على الكوكب هنا بقول العلماء، يعني فبلد حلوة. النيل في الأقصر يعني واخد راحته كده، مش زي النيل في القاهرة الخرسانة حبسة، هنا واخد راحته كده ومتمطع. بروحت الأماكن كتير، وبروح أحب أروح البيت الكبير كتير، أنا لابسه على طول، وعندي سلسلة برضو نفس العنخ مفتاح الحياة، يعني أصلي أصولي وجذوري وملامحي. أنا مش أول مرة أجي، أنا أول مرة أجي المهرجان، مش أول مرة أجي الأقصر طبعا، جيت كتير، جيت 3 مرات على الأقل أو 4 مرات. كنت بصور السيدة الأولى في 2014، بعد كده جيت أنا لوحدي بعديها، بعد كده جيت في تصوير كنز قصر الشريف عرفة، طريق كباش، وأنا لما كمان دخلت الصوت والضوء اتفاجئت بصوت الأستاذة سميحة أيوب، فاتسحلت في رحلة كده غريبة جدا بصراحة. أول مرة كنت طلعت رحلة بالقطر من دمياط، رحنا على القاهرة، وبعد كده بقى تقريبا مش فاكر رحنا على القاهرة الأول، بعد كده في قطر بقى اللي هو بتاع الرحلات، كان تقريبا رحلة شو ورياضة على ما أذكر يعني، وبيبقى ملموم بقى مدارس كتير من محافظات كتير وكده والجامعات، ويعني رحت كذا رحلة، ورحنا كان مش كتير حوالي في 40 ساعة ما وصلنا، فروحنا رحنا الأقصر وأسوان، وقعدنا تقريبا هنا بنقعد، كانت أسبوع الرحلة كلها بتبقى كده. حبيت البلد وأنا صغير، وبدأت أطلع رحلات كتير، ولما كبرت بدأت أجي أسافر هنا، لقيت الجو ماشي مع شخصيتي، وفي طاقة كده بتريحني نفسيا، أحب أشوف المعابد وأحب يعني أتفرج عليها، وببقى سعيد إن في سياح موجودين، فيعني بحب الموضوع، أو سعيد جدا إن في مهرجان سينما اتعمل في الأقصر، عشان كده المهرجان من أول ما اتعمل وأنا بحبه. يعني بالنسبة لي أنا بعتبرها بلدي التانية، لأنه أنا بحبها من زمان، أول مرة جيت يعني يمكن بداية الثمانينات أو نهاية السبعينات، وبعد كده تعددت الزيارات للأقصر كتير، سواء في العمل أو في وقت من الأوقات حب مثلا أنه يجرب الرحلة النيلية للنايل كروز من القاهرة إلى أسوان، شيء جميل جدا جدا، الواحد بيستمتع بمصر وبالنيل، وبيدرك أهمية وعظمة النيل ده. طبعاً جيت لأقصر كتير وأسوان من زمان، النيل طبعاً، القعدة على النيل، يعني الأوتيلات اللي بنقعد فيها على النيل دي حاجة سحر الحقيقة، إذا كان لأقصر أو أسوان. يعني النيل هنا مختلف عن القاهرة، يعني اللي بيقعد هنا، أنا قعدتي هنا على النيل مش زي قعدتي على النيل في القاهرة، مختلفة خالص. طول ما أنا ماشية كده كل شوية يعني راجل يفضل يقول لنا مثلا هنا كان في كذا وهنا معبد كذا، يعني كلها كده ميموريز وذكريات تشوفيها في التلفزيون وفيلم كذا، يعني فاهمة؟ وأنا جاية في الطريق من المطار للأوتيل ومن الأوتيل لهنا، طول ما أنا ماشية متنحة كده عمالة أقول له طب وده إيه وده، يقول لي هنا كان فيلم الكرنك، يعني فاهمة ومستمتعة قوي، فعايزة أقعد أكتر. بمهرجان الأقصر
تحيا السينما الإفريقية بالصدق والانتماء والمحبة. انا سعيد جدا لان انا عايز حاجه في واحد دخان وانا وقعت الطاقه بتاعتي عشان دي اهم من اي حاجه. يلا تشكر ليك. شكرا شكرا جدا جدا. ميرسي تشكر ميرسي قوي. ما انت ما خليتليش حاجه اتكلم فيها كده. يلا كل سنه وانتم طيبين.